استعدوا لمغامرة رائعة مع كابتن كريم. هيا بنا وقطار الحكايات. مستعدون للاستماع والاستمتاع؟ لأننا جميعا نحب الحكايات. رحلة مليئة بالمتعة والمفاجآت مع كابتن كريم وقطار الحكايات، من الأحد إلى الأربعاء في 10:25 صباحا على كارتونيتو. حان وقت أن نلتف سوية حول كارتونيتو. إلى القطار. حان وقت قطار الحكايات. مرحبا أصدقائي. مرحبا كابتن كريم. من من أصدقائي يا سلام الفقير، هنا من هو هذا الصديق؟ هيا اركبوا معي في رحلتي، هيا معا في قطار الحكاية. طعام فلولة المفضل. يبدو أن عصفورة رأت أحدا، هل تعرفون من هو؟ هل هما لولو وليلي؟ يبدو كصوت تيك وتاك. هي بالفعل هما تيك وتاك. أنتم محقون، أحسنتم، إنهما تيك وتاك. هيا نرحب بهما. كم أحب الجزر، لذيذ مفيد الجزر. كرنش كرنش منش تاك، انظر إنه كابتن كريم وحبوبة. مرحبا. آه مرحبا تيك، سعيد بكما. لا لا، كانت الأخيرة. الأخيرة. عما تتحدث؟ جزرتي الأخيرة كابتن كريم، الجزر انتهى، راح، وأنا الآن جائع جدا. حسنا، تعال معنا إلى ركن الحكايات، قد نصادف حبوبة، فغالبا ما يكون معها أطعمة لذيذة وربما بعض الجزر. فكرة جيدة، سيكون معها شيء لك بالتأكيد. آه، لو كان برتقاليا واسمه جزر. نعم، هيا بنا. إلى الجزر. دعونا نجد لتاك طعاما كي لا يأكلنا. تاك جائع جدا، يظن بأن حبوبة مع جزرة. مستعدون؟ مستعدون كابتن كريم. إذن هيا بنا على متن قطار الحكايات. عصفورة تقول إن لدى حبوبة ضيفا، ترى من هو؟ انظروا، أرى أحدا هناك. أزهار وردية وعجلات فلولة. أحسنتم، محقون كالعادة، هيا بنا لنرحب بها. أوه فلولة، كم أحب الفراولة، تفضلي معي. شكرا، لذيذ. يم يم. الفراولة فاكهتي المفضلة، ماذا عنك فلولة؟ طعامي المفضل؟ احذري. الفراولة؟ لا، حاولي ثانية. هيا. لحظة، أنا أعرف، التوت، أو لا، العنب. لا، استمري. آه، مرحبا. مرحبا حبوبة، ماذا لديك في السلة؟ فراولة قطفتها لكم. تفضل كابتن. شكرا. لذيذة ومفيدة. أحاول أن أحذر ما هو طعام فلولة المفضل. هل تساعدونني؟ دعيني أساعدك أنا، إنها حمراء. نعم، جزر. لا، ليس جزرا. تفضل تاك، ستحبها. كرانشي منشي. لونها أحمر. متأكدة ليست فراولة؟ ساعدينا يا فلولة نرجوك. هي حمراء وأحيانا خضراء، ولكنها دائما مستديرة. حمراء خضراء مستديرة، عما تتحدثين؟ جزر. لا لا، جزر لا. لا، أنا لا أعلم. هل هي طماطم؟ لا لا، استمروا. حمراء مستديرة، تفكرون بما أفكر؟ نعم، أنا عرفتها. وأنا
دعونا نرى إذا كان بإمكان حبوبة وتيك أن تحزراه. ساعدينا يا فلولة. حمراء مستديرة وتنمو على شجر عالٍ. الجزر لا ينمو على الشجر. حمراء مستديرة وتنمو على الشجر. لحظة، أظنني عرفت. وأنا التفاح. أحسنتم، التفاح طعامي المفضل، والجزر طعامنا نحن. شكرا. هل حزرتم؟ إنه التفاح. نعم، التفاح ينمو على الشجر، والتفاح أحمر وأحيانا أخضر. نعم، هيا إلى ركن الحكايات. هيا من فضلك. هل ستأتون معي؟ أكيد، إلى ركن الحكايات. مستعدون؟ إذن هيا بنا على متن قطار الحكايات. سنستمع إلى حكاية عن أكلة. عن أكلة. أنا جائعة. عما تظنون الحكاية؟ يجب أن تكون عن الفراولة أو عن الجزر المقرمش. ليتها عن أطعمتنا المفضلة. كنت أفكر في... وجدت الحكاية. مستعدون للاستماع والاستمتاع؟ نعم. هيا، نحن جاهزون. وماذا عنكم؟ هل أنتم جاهزون للحكاية؟ بانتظارك. عنوان الحكاية أكول والتفاحة الحمراء، وهي حكاية عن آكل النمل وصديقه الفأر. كان يا مكان في قديم الزمان، كان الوقت مبكرا جدا حين صحى الفأر على صوت غريب. وين 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 وين، ما هذا؟ هتف الفأر وهو يفرك عينيه وينظر من الباب إلى حيوان غريب يحييه. صباح الخير، كيف حالك عزيز الفأر؟ كان الحيوان آكل النمل كبيرا وغريبا، اسمه أكول. يأكل النمل واسمه أكول؟ أكول، لقد صحوت مبكرا، هل أزعجك الصوت نفسه؟ أجاب أكول، أي صوت؟ الصوت، الصوت، قال الفأر. فابتسم أكول وأجاب بصوت يوحي بأنه كان وراء هذا الصوت. هل تقصد الصوت الآتي من هذا؟ وأشار إلى قطعتين لولبيتين مثبتتين في قدميه، ثم إلى تفاحة حمراء كبيرة تتدلى من شجرة عالية. كان أكول آكل نمل يحب التفاح جدا، وكان قد أكل كل التفاح على الشجرة إلا واحدة. وهنا عاد أكول للقفز على اللولبين. بوين بوين كروم. قال الفأر. جلس أكول على الأرض حزينا، فقال الفأر، سوف أساعدك. صاح أكول، أنت؟ كيف يمكن لصغير مثلك الوصول وأنا لم أقدر رغم حجمي الكبير؟ ولكنني سأحاول بهذه الكرة. بوين بوين كريم. قال الفأر، صدقني سأساعدك. قال أكول، لا، أنت صغير وأنا كبير، وبهذه النطاطة سوف أصل بالتأكيد. قال الفأر، أرجوك أعطني فرصة. أجاب أكول، شكرا، ولكنك صغير والتفاحة بعيدة. إنه يحب التفاح مثلي. نظر الفأر إلى أكول وهو يقفز يمينا ويسارا وعاليا قبل أن يقع على الأرض. بوم! شعر أكول بالفشل والخجل ونظر إلى التفاحة العالية بيأس. والآن سوف أساعدك. وقبل أن ينطق أكول بكلمة، صعد الفأر بخفة على جذع الشجرة، ثم قفز إلى الغصن قبل أن يمد جسمه نحو التفاحة. انتبه! ولكن الفأر برشاقة قدم عنقها، فتهاوت التفاحة الكبيرة اللذيذة على أنف أكول. بوم! فهتف أكول، أنت رائع! نزل الفأر عن الشجرة، فقال أكول، كنت سأصل إليها وحدي و... ولكنه قبل أن يكمل توقف وقال، لا، بل شكرا لك، تفضل معي. فاستمتع الجاران بإفطار تفاحي متأخر ولكنه شهي. النهاية. حكاية رائعة. ها؟
حكاية رائعة، شكرا كابتن كريم. أكول محظوظ بهذه التفاحة. كم مضحك هذا الأكول. والآن ماذا عنكم؟ ماذا أعجبكم؟ جاء دوركم لتمثيل الحكاية. الوقت مبكر، سأصحو مثل الفأر، أقفز لأصل إلى التفاحة. بوين 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 بوين، أنا فأر صغير، انظروا إلى شواربي، نحن فئران. هاي نعم فئران، هيا نقفز مثل أكول. نقفز ونقفز ونقفز، بوين 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 بوين. ها هي تفاحتي، التفاح لذيذ. ما أروع هذه الحكاية، مليئة بالقفز والبوين بوين وتفاحة حمراء لذيذة يا فلولة. هل تعلم كابتن كريم؟ أحب التفاحة والفراولة وكثيرا من الأطعمة الأخرى. سعيد باستمتاعكم بالحكاية، ولكن حان وقت الذهاب إلى القطار. إلى قطار الحكايات. سلام أصدقائي، سأعود ومعي حكايات جديدة، لأننا جميعا نحب الحكايات. سلام كابتن كريم، مع السلامة. أحب قصص الحيوانات، أحب قصص قبل النوم، أفضل الحكايات المضحكة.